تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موعد الخامسة الإخباري نستهله بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الفريق سعيد شنقريحة يشرف على تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثانية بوهران، ويؤكد أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستبذل قصارى جهدها لإنجاح موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. فعالية المجتمع المدني عبر الوطن تواصل والعمل التحسيسي حول أهمية المشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. وزير الصحة يؤكد أن الوضع الصحي في البلاد مستقر بفضل وعي المواطن، ويحذر من التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية لتجاوز الأزمة الصحية. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بقطاعات المناجم والصحة والمالية والفلاحة. نصب صباح اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. وتتكون اللجنة من ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر، تيزي وزو، وهران، سطيف، تلمسان، وسيدي بلعباس، وكذا المركز الجامعي لتيبازا، ويترأسها البروفيسور أحمد العرابة، ويتولى فيها البروفيسور وليد العقون منصب المقرر. جرى حفل تنصيب بحضور السادة عبد العزيز جراد الوزير الأول، نور الدين بغداد دايج مدير الديوان برئاسة الجمهورية، كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبالعيد محمد سعيد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، وبعلام بعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بشؤون القانونية والقضائية. وعقب حفل التنصيب أدلى السيد العربة بتصريح تالي: لقد تشرفنا هذا الصباح بلقاء السيد رئيس الجمهورية، حيث نصب لجنة كلفها بإعداد مشروع متعلق بقانون الانتخابات. باسم اللجنة وباسم الخاص أشكره مرة أخرى على الثقة التي وضعها فينا. باسمي السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء جمال حاج العروسي قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران، خلفا للمرحوم اللواء مفتاح صواب والذي وافته المنية قبل أيام قليلة. المتابعة لزميلة نجوى جدي. في البداية وبعد مراسم الاستقبال، وقف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى بوجنان أحمد المدعو سي عباس الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا وعلى أرواح الشهداء الأطهار. إثر ذلك قام السيد الفريق بتفتيش مربعات إطارات وأفراد الناحية المصطفى بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللواء جمال حاج العروسي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 سبتمبر 2020،
أنصب رسميا اللواء جمال العروسي قائدا للناحية العسكرية الثانية خلفا للمرحوم اللواء مفتاح سوار، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. والله الموفق. ليشرف بعدها السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني. وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى السيد الفريق بقيادة وإطارات وأفراد الناحية، أين طلب في البداية من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد لواء مفتاح صواب، ليلقي بعد ذلك كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. أشار فيها إلى أن الجزائر مقبلة في الأسابيع القادمة على تنظيم استفتاء الدستور بتاريخ 1 نوفمبر القادم. هذا الاستفتاء الذي يعد محطة هامة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في حملته الانتخابية تجسيدا لتطلعات المشروع لأجيال الاستقلال، مضيفا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح هذا الموعد الانتخابي الحاسم. يجدر بالقول بهذه المناسبة ونحن مقبلون على موعد انتخابي هام، ألا وهو الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد بتاريخ 1 نوفمبر القادم، أن هذا الموعد الانتخابي يعد محطة حاسمة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في حملته الانتخابية تجسيداً لتطلعات المشروعة لأجيال الاستقلال، التي عبرت بعفوية وبكل وضوح عن آمالها في بناء جزائر جديدة، دولة الحق والقانون، مبنية على أسس متينة قوامها العدل والإنصاف وتساوي الفرص بين كل أبناء الوطن الواحد، ويرام فيها أولا وقبل كل شيء المصلحة العليا للوطن. وأود التأكيد بهذا الشأن أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة من خلال دعمها الكامل لمساعي مؤسسات الدولة الرامية إلى تحقيق نهضة الجزائر ورقيها من جديد بفضل المخلصين والشرفاء من أبنائها، خاصة الشباب الذين هم ذخر الأمة في كل الأوقات. هؤلاء الشباب الذين نتوسم فيهم خيرا لحاضر البلاد ومستقبلها، ليكونوا في مستوى المسؤولية الثقيلة والتحديات المعترضة وعلى خطة أسلافهم الأطهار الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل الجزائر وسؤدادها. في هذا الصدد بالذات لقد أسديت تعليمات صارمة لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية
والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي نعتز بتحملها حفاظاً على أمن واستقرار بلادنا التي تستحق منا اليوم وكل يوم أن ندافع عنها في كل الظروف والأحوال ومهما كلفنا ذلك من تضحيات. كما تطرق السيد الفريق إلى برنامج تحضير القوات للسنة الجديدة 2020-2021 الذي يتعين تنفيذه على الوجه الأوفى والأمثل، علاوة على ضرورة إجراء تقييم صحيح وموضوعي لما تم إنجازه من أعمال ذات الصلة خلال تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة المنصرمة. أود أن أركز معكم بهذه المناسبة ونحن على أبواب خوض غمار برنامج تحضير القوات للسنة الجديدة 2020-2021 على ضرورة إجراء تقييم صحيح وموضوعي لما تم إنجازه من أعمال ذات الصلة خلال تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة المنصرمة 2019-2020، وكذا السهر على التنفيذ الوافي لما تضمنته توجيهات تحضير القوات للسنة 2020-2021. في هذا السياق تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أشد الحرص على المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها، وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة ومن خلال الاحترام الوافي لكافة مراحله من أجل أن تبقى قواتنا المسلحة على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية، مما يستوجب بالضرورة حرص الجميع كل في حدود صلاحيته ومستوى مسؤوليته على التطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي لمختلف مكونات قوام المعركة. اللقاء اختتم بمتابعة سيد الفريق لتدخلات إطارات وأفراد الناحية واستمع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم. والآن ننتقل بكم إلى سلسلة مواضيعنا المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. في إطار تبسيط مضامين الدستور الجديد المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر، زميلنا رامي عامر يفصل في المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي ومبادئ الجزائر في إحلال السلم. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وحامي الوطن، يطلع بمهام دفاعية واحترافية دستورية، نأتي على ذكرها بالتفصيل ونقف عندما استجد منها خلال مشروع تعديل الدستور في الفصل الثالث من بابها الأول، حيث إن المادة 30 منه نصت في بندها الأول على أن تنظم الطاقة الدفاعية للأمة وتدعم وتطور حول الجيش الوطني الشعبي الذي يطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري الجوي والبحري. هذه المؤسسة وهي الجيش المشهود لها بالانضباط والتمكن والالتزام، كشفت خلال الحراك الشعبي عن ثبات المبدأ حفاظا على استقرار البلاد وحماية الشعب وممتلكاته وصون مؤسسات الدولة، مما عمق رابطة جيش أمة. وحمل مشروع تعديل الدستور إضافة بند رابع في المادة 30 حفاظا على هذا المكسب، إذ يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا
لأحكام الدستور، مما يجعل الجزائر تمتلك جيشا بعقيدة راسخة متناغمة مع المبدأ السياسي الثابت للدولة الجزائرية في المادة 31 وفي بندها الأول، إذ تمتنع الجزائر عن خوض الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحرياتها. وفي البند الثاني من المادة ذاتها، تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. والإضافة هنا تمثلت في بند جديد ينص على أن الجزائر يمكن في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلم. مواقف الجزائر إزاء القضايا الدولية مكنتها كذلك من أن تتبوأ منزلة وحظوة بين الأمم كوحيدة من البلدان الرائدة في إحلال السلم، وهي راعية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. بلادنا ومنذ الاستقلال متضامنة مع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والحق في تقرير المصير، في حين تعمل بلادنا من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات كما هو في الدستور علاقة ودية بين الدول. وكانت هذه آخر مادة شملها الباب الأول من مشروع تعديل الدستور الذي حمل عنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. تنطلق غدا عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تدوم 8 أيام، وعشية هذا الحدث الهام أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في حديث خاص به وكالة الأنباء الجزائرية أن عمل السلطة يكمن في تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره. وحول الشق المتعلق بتأطير هذه الاستشارة الشعبية، أشاد شرفي بالحس الوطني الذي يبديه الشباب تجاه هذا الموعد الهام الذي يدخل في إطار ديناميكية التغيير الشامل. هذا وتتواصل حملات التوعية والتحسيس حول أهمية مشروع تعديل الدستور في بناء معالم الجزائر الجديدة، حيث تم التأكيد في لقاء تكتل المسار الجديد على ضرورة مشاركة فعاليات ونخب المجتمع المدني في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من خلال التحسيس والتوعية في أوساط المجتمع بأهمية المشاركة في هذا الموعد الهام. وفي لقاء جهوي جمع رؤساء المكاتب الولائية للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة ببرج بوعريج تأكيد على أهمية التحسيس بأهمية المشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل. المزيد مع زكريا تهامي. ضرورة تحسيس مختلف الشرائح بأهمية الاستفتاء الفاتح من نوفمبر القادم وخاصة الفئة الشبانية هي أهم النقاط التي ركزت عليها الندوة الجهوية للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة ببلدية عين تغروت بولاية برج بوعريريج. اليوم نحن كشباب ابتداء من 20 من هذا الشهر قال افتتاح المراجعة الاستثنائية للانتخابات. إذا كان احنا نقول المواطن وأنا كشاب من أولويات حقي كمواطن أنني نمشي نخدم ديك بطاقة الناخب، احنا كشباب اليوم إن شاء الله النادو وتكون عندنا جولات بخصوص الدستور، احنا واش نقول؟ احنا نمشوا لأي شاب، وهذا ندائي هذا اللقاء الجهوي الشق الثاني من الهدف نتاعه أننا نوصل رسالة إلى كل إخواننا من رؤساء المكاتب الولائية أنهم يروحوا للقرى، يروحوا للمداشر، يبلغوا الرسالة باللي هذا الدستور هو محوري، وهو إن شاء الله بإذن الله تعالى أن الأمم تقاس بدساتيرها. الاستفتاء حول الدستور في أول نوفمبر القادم محطة لبناء جزائر جديدة. حمل مشروع الدستور الجديد العديد من الإضافات التي تضبط العلاقة بين مختلف السلطات، وجاء هذا في باب تنظيم وفصل السلطات، يقول زكريا مهوبي. الطريق إلى الجزائر الجديدة يتحقق فيها الفصل بين السلطات، طريق تعبده رؤية سياسية مرجعيتها الإرادة الشعبية. فصل وتنظيم السلطات هو الباب الثالث في مشروع الدستور، أفضت النقاشات والمشاورات إلى صياغته في 4 فصول، هي رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، والعدالة. النسخة النهائية لمشروع الدستور
أسقطت مقترح نائب رئيس الجمهورية الذي ورد في نص المشروع المطروح للاستشارة. أصل تاريخيا هي وظائف تنظم، ولهذا هناك الفصل والتوازن، فداخل كل سلطة يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يتقاسمان، مثلا السلطة الوظيفة التشريعية الوزير الأول أو رئيس الحكومة هو الذي يبادر والنواب يبادرون، وبالتالي السلطة التشريعية أو الوظيفة التشريعية فيها تقاسم، رئيس الجمهورية في الأوضاع المستعجلة يمكن أن يشرع، بالتالي هناك قد تقاسم للوظيفة الأساسية التي هي الوظيفة التشريعية. تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز دور البرلمان وحكومة تشكلها الأغلبية التي تفرزها صناديق التشريعيات وكذا سلطة قضائية صفتها الاستقلالية، تفاصيل وردت في نص المشروع. سابقا كان رئيس الجمهورية مثلا في إعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ وكذا يعلنها له الحق، ولكن أصبح تمديدها يمر على البرلمان، وهذا دعم للسلطة البرلمان، السلطة التشريعية، هذا هو الجديد. رئيس الجمهورية الذي يقود السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، نعم هو الذي يقودها ويوجه السياسة الخارجية وسياسة الدفاع، ولكنه في مجال السياسة الخارجية لا يوقع المعاهدات إلا بعد موافقة البرلمان. كذلك حالة إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي يعود إلى ثلثي البرلمان. المستجدات في نص مشروع الدستور تتوافق حولها العديد من الرؤى السياسية. الفصل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كاين أمور إيجابية، مثلا في المجلس الأعلى للقضاء كانت إزاحة وزير العدل اللي كان هو يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وهذا شيء جيد. شيء ثاني قضية المحكمة الدستورية، وين اليوم خدت صلاحيات أكبر من المجلس الدستوري، وكان هنالك تعديل في عدد التوازن في عدد المنتخبين والمعينين داخل المحكمة الدستورية، وهذا شيء إيجابي. نص مشروع الدستور الجديد وما ورد فيه: الكلمة الفيصل فيه للشعب يوم الفاتح نوفمبر. وفيما يلي قراءة في ديباجة مشروع تعديل الدستور في الفقرة المتعلقة ببند مكافحة خطاب الكراهية وأشكال التمييز من خلال ترسيخ قيم التسامح بين أبناء الشعب القائمة على الحوار، المصالحة والأخوة. المزيد مع منصور صباح. يأتي مشروع نص الدستور صريحا من خلال ما تحمله ديباجته بنبذ خطاب الكراهية وأشكال التمييز بترسيخ قيم المجتمع الروحية والحضارية. أهمية هذا النص في الديباجة تكمن أهميته أولا في من حيث موضعه، حيث أنه جاء مباشرة بعد النص مباشرة على النص على قيم التسامح والمصالحة، تنفيذ التزامات الجزائر الدولية والتزامات أيضا السيدة رئيس الجمهورية في الحفاظ على تماسك المجتمع الجزائري، خاصة فيما بعد حركة 22 فبراير. وقد بادر رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في البلاد إلى إصدار قانون يحارب خطاب الكراهية وأشكال التمييز لكي يعزز من التدابير التي جاء بها هذا المحصل الدستوري. رئيس الجمهورية سارع إلى إصدار هذا القانون أجل ضبط هذه الحريات. الدستور من جانبه جاء لضمان حماية أكثر لهذا القانون، وأيضا من أجل إعطاء ضمانات كافية للمشرع أثناء تنظيمه لمسألة تجريم خطابات الكراهية. فلما يكون السياسة الإجرامية لها سند دستوري أساس دستوري، أكيد فإن المشرع أولا سيلتزم بالضوابط التي ينص عليها الدستور. وبالتالي فإن هذه الثنائية بين القانون والشريعة يعني هو في الحقيقة هي شريعة. دسترة نبذ خطاب الكراهية وأشكال التمييز مطلب اجتماعي وروحي يعزز من تماسك المجتمع لتحقيق تطلعاته في مختلف نواحي الحياة. وفيما يلي نستعرض انطباعات ممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني حول مشروع تعديل الدستور. احنا الدور تاع المجتمع المدني ان شاء الله نطلبوا من الشعب ان يذهب الى صناديق الاقتراع لتعديل الدستور، وهذه لإرساء الجزائر الجديده،
ونطلبوا من الشعب ان شاء الله ان يمد رايه ويحضر بقوه ان شاء الله. في كل الاحوال احنا نقولوا باللي الشعب لازم يشارك في المهرجان الاستفتائي هذا يوم فتح نوفمبر ويمد رايه بالسلب ولا بالايجاب، على خاطر فيه نقاط تاع نقاش، وهذه راح يفصل فيها الشعب لانه هو السلطه الوحيده اللي راح تمشي هذا الدستور ولا راح ترفضه. دعوة موجهة للجميع للمساهمة بالشكل الذي يريده المواطن في أن يثبت أولا أنه مواطن وبشكل آخر حتى تكون لبنة ربما يساهم فيها الجميع من أجل هذا الوطن. كانت إذن هذه هي الفقرة الخاصة بمشروع تعديل الدستور. في موضوع آخر، وفي زيارة تفقدية لبعض الهياكل بالعاصمة، عين وزير الصحة والسكان وإصلاحي المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد سير الأشغال بقسم الاستعجالات الجديد لمستشفى مصطفى باشا الجامعي والعيادة متعددة الخدمات لحسين داي، والتي تم تحويلها لقسم استعجالات طبية المتابعة لوهيبة هو. بغرض رفع الضغط على الاستعجالات الطبية، المنظومة الصحية تتعزز بأقسام جديدة مدعمة بمختلف الاختصاصات. ننطلقوا في عمل جيد إن شاء الله باش نعطيوها دفع في الشكل ودفع في الخدمات هي الأساسية، ليكون المريض إن شاء الله يكون في قرب سكن تاعه وتكون عنده عيادة اللي يوجد فيها كل الخدمات التي يحتاجها ونقلص من الضغط على المستشفيات. لابد أن نوضع خريطة صحية استعجالية على مستوى كل إقليم جزائر العاصمة. هذا إنه إلى نموذج الوحدتين اللي زرناهم اليوم في مصطفى باشا وفي حسين داي، هو اللي راح يتعمم على مستوى الإقليم الولاية لكي نوضع مؤسسات استعجالية جوارية للمواطن. العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة قصد توسيع الاستعجالات الطبية عبر كل القطر الوطني لتوفير خدمات طبية لترقية الصحة العمومية. وزير الصحة أكد بالمناسبة أن الوضع الصحي في البلاد مستقر بفضل وعي المواطن، محذرا من التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية لتجاوز الأزمة الصحية. نتابع. الحمد لله لا، هذا بفضل كل المعنيين بالأمر بالطبع، قطاع الصحة وكل القطاعات الأخرى منها الداخلية والحماية المدنية وكلش والشعب. حتى وتنظري في الشارع كاين اللي ما يديروش، لا عدد كبير من المواطنين واعيين، وبفضلهم بفضل كل الشعب الجزائري الحمد لله رانا في أرقام اللي تشجعنا كثير، وانا في استقرار بالنسبة لما نشوف موجة ثانية في بعض الدول. لكن سيداتي هذا الكلام مهم جدا، حذاري 3 مرات يلزم نحافظوا على الشيء هذا. لو ما نحافظوش على هذا، لأن احنا راهم دايريننا، حتى المنظمة العالمية للصحة راهي الحمد لله راهي قالت الجزائر راهم تبعوا ولا بفضل كل إجراءات أرانا الحمد لله في وقت. لازم احنا هذه الجزائر نتاعنا لازم نحافظوا على الوضع هذا، لو نعاودوا نضيعوا كل اللي كنا نطلبوا عليها بالخصوص الكمامات والتباعد الجسدي وكل التوصيات هذه، نعاودوا نرجعوا لوضعية واحدة أخرى ونفشلوا ونندموا ونعاودوا نوضعوا في حالة. لازم نقول لك حذاري، وهذا طلب مني كل مواطنات ومواطنين، يلزم نحافظوا على هذا الشيء اللي رد الجزائر عطالها مستوى عالي بالنسبة للعالم كله بالنسبة للأرقام، وراكم كلكم تلاحظوا أرقام عبر عدة دول ومتنظمة، دول عندها قطاع صحي قوي، دول عندها قطاع في كل قطاعات اقتصادي كلش الحمد لله. لازم نحاذروا عليه، وإن شاء الله احنا ننتظر كل يوم إن شاء الله يصبح العدد إذا كان فيه شك، هذا شيء مهم جدا. كذلك كاين الناس يقولوا كيفاش العدد عندنا جوارنا طلع، جيراننا طلع، أو في الدول الأوروبية طلع، احنا عندنا معليش. إذا عندك شك في الأرقام اتجه للمستشفيات، عدد الأسرة المستعملة نقصت إلى درجة واطية كثير، عدد المرضى اللي متواجدين ولا يتجهوا الأقسام وين يستقبلوا المرضى
قليل جدا. احنا رانا في حالة هدوء حتى جعلتنا احنا وزارة الصحة نطلب من زملائنا داخل المستشفيات الانطلاق تاع العمل العادي، العمل اللي كان في السابق. صحيا دائما. وفي تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا دكتور جمال فرار عرض المستجدات بالمؤشرات والأرقام. سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة هي كما يلي: 210 حالة جديدة، 125 حالة استشفاء جديدة، 105 حالة تمثلت للشفاء، 32 مريض في العناية المركزة و6 وفيات. مع تسجيل 210 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 27 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 13 ولاية سجلت ما بين حالة لتسع حالات، و8 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. ما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددهم 6 وفيات جديدة رحمهم الله. ما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 125 مريض. أما الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة عددهم لحد اليوم 34,923، منهم 105 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا 32 مريض في العناية المركزة. في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب اللوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي محمد ضد علي حداد والمدعوة صابرين بان، مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار. ويذكر أنه سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر وأن أعلنت في بداية أغسطس المنصرم عن فتح تحريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار. وتهدف هذه التحريات الأولية والتي تم فتحها للوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها. في قطاع الفلاحة، وبعدما كانت ولاية السمسيل تعتمد على زراعة الحبوب، ها هي اليوم تنوع في محاصيلها، حيث تعد زراعة الذرة العلفية من الشعب الفلاحية الجديدة في المنطقة. يقول ملك درحمون. بولعزيز علي مثال عن فلاح تحدى الظروف الصعبة للمنطقة وخاض تجربة زراعة الذرة ليكون الإنتاج وفيرا ويحقق من خلاله اكتفاء محلي للمنطقة. تحصلنا على هذا المنتوج الحمد لله ناجح 100% في ولاية سمسيت لهنايا. عندنا تجربة، هذه التجربة الثالثة تاعنا في عملية سيراج الذرة لهنايا. بعد النجاح في عملية إنتاج الأعلاف أنا راح إن شاء الله بإذن الله نجيبوا أبقار لهنايا لي باه نقدروا نوكلوا الأبقار تاعنا بالإنتاج تاع المزرعة تاعنا ونكملوا هذا العمل، هذا نكملوه بعملية تحويل لي باه نروحوا إن شاء الله لإنتاج الجبن والشيدار. إنتاج أكبر عدد ممكن من هذه المادة هو الهدف الذي يسعى إليه علي، مع توفير مناصب الشغل لمختلف شباب المنطقة الذين استحسنوا هذا العمل. لهنا كما يقول لك 10 قطارات، ماذا بينا احنا نخدموكم أكثر باش نديروا مجهود أكثر، ماذا بينا يعاونونا كون جا عندنا الماشينات وصوالح والآلات نقدروا نديروا اكثر. على بالي شكاين وكاين اليد في اليد نديروا كلش، راه كاين اللي جراهم قاعدين، الناس راهي قاعده تبغي تخدم. انا خدام مع السيد لهنا وما شاء الله والله يعمر بلادنا ان شاء الله. لا لا لاباس لاباس والله غير لاباس، والله غير لاباس. تجربه جديده ومليحه مليحه مليحه، تجربه مليحه هايله. العمل على رفع الانتاج الوطني في زراعه الذره العلفيه يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ولما لا تصديره مستقبلا. أطلقت السلطات المحلية ببلدية عين البنيان غرب العاصمة أطلقت العديد من المشاريع التنموية لفائدة سكان المستثمرات الفلاحية والأحواش بهدف الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة. تقول يدحو. الإنارة العمومية، الغاز الطبيعي، شق الطرقات في الأحواش وتعبيدها، مشاريع لقيت استحسان الساكنة. والله الأشغال هذه في حد ذاتها إنجاز نقدر نقول عليه لا بس. الحاجة اللي أنا أشوف فيها مليحة، والحاجة اللي كانت تخص
هذه المنطقة هذه هي. احنا استفدنا كل شيء من 9 برامج مناطق الظل الحمد لله، لأن هذه المناطق هذه في واحد يعني بوقت غير ببعيد كان ما عندهم لا إنارة عمومية لا غاز طبيعي المدينة ولا كهرباء ولا لاسينيسمو، لكن الآن نقدروا نقولوا بلي هذه المناطق ولات مناطق حضارية بأتم معنى الكلمة. إكمالية جديدة سيتم استلامها بحي رابح بوعزيز، إضافة إلى مدرستين قيد الإنجاز. المشاريع تسير بوتيرة جيدة، إلا أن فتح المسالك الطرقية يعرف بعض العثرات. ما تلقيناش بزاف مشاكل في هذه الإنجازات، إلا بعض كالكو زوبوزيسيون تاع الفلاحين، كاين وين ما خلوناش نجوزوا بعض كالكو ريزو كيما الريزو داسينيسمو كيما لي ريزو دو غاز. بصح الحمد لله كاين وين توصلنا معهم النتائج ولقينا معهم حلول. مشاريع تنموية من شأنها أن تفك العزلة وتساهم في تحسين الحالة الاجتماعية للساكنة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس غدا الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الفريق سعيد شنقريحة يشرف على تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثانية بوهران، ويؤكد أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستبذل قصارى جهدها لإنجاح موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. وكما تابعنا فعالية المجتمع المدني عبر الوطن تواصل العمل التحسيسي حول أهمية المشاركة في الاستفتاء حول تعديل مشروع تعديل الدستور. تابعنا أيضا وزير الصحة يؤكد أن الوضع الصحي في البلاد مستقر بفضل وعي المواطن، ويحذر من التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية لتجاوز الأزمة الصحية. نشرتنا تمت مشاهدينا، عناويننا الإلكترونية تبقى في خدمتكم. السلام عليكم.